لكل الناس اللي بتفضل الشهادات البنكية. الاثنين 30 مايو 2022 بنك مصر يوقف التعامل على الشهادات 18% اللي هي شهادات طلعت حرب. بنك مصر النهارده اعلن ان هو تم ايقاف التعامل على شهادات ال 18% اللي هي كانت معموله بسبب ارتفاع الاسعار وتحرير سعر الصرف والكلام دوت. فالنهارده اعلن ايقاف التعامل على شهادات 18%، ومن بكره الثلاث 31 مايو 2022 هيتم طرح شهاده اسمها شهاده القمه بعائد ادخاري 14%، هو الاعلى حتى الان. 14% ديت هتستمر مع العميل من بكره، من اي عميل هيبدا يعمل الشهاده من بكره هيبتدي يستحق الصرف عليها الفوائد بتاعتها كل شهر زي الشهادات العاديه اللي موجوده في بنك مصر او بنك الاهلي او بنك القاهره. 14% ده هو العائد الاعلى حتى الان. وحتى الان بنك الاهلي لم يعلن عن اي شهادات جديده، ولم يعلن استمرار او نهايه العمل بشهاده 18%. فطبعا النهارده الطبيعي النهارده كل واحد النهارده مش هيلاقي شهاده 18%، هيتجه للشهاده 14، وفي الغالب البنك الاهلي ممكن هو كمان يتجه لعمل الشهادات 14%، يمكن يزيد او يقل حاجه بسيطه لكن هيبقى بنفس القيمه. فطبعا لكل الناس اللي بتفضل الشهادات او اللي ما عندهاش قدره على الاستثمار وتدوير راس المال، فطبعا يتجه الى بنك مصر من بكره هيلاقي شهادات جديده بعائد 14% اسمها شهاده القمه. وده كان خبرنا النهارده.